اليوم نحضر المعرض الدولي للكتاب بالرباط، مشاركتنا هذه السنة بإنتاجات أدبية ونقدية تمثلت في ديوان شعري ودراستين نقديتين. وطبعا اليوم كان حفل توقيع لهذه الكتب بحضور مجموعة من الشخصيات المهمة في الشأن الثقافي، وأيضا حجوا من جهة الصحراء خاصة جهة إقليم المودون مجموعة من الطلبة وأيضا المسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي المحلي. نعم، هي رواية طبعا وجدت لنفسها موقعا مهما ضمن الإنتاج السردي المغربي، وهي رواية إمارة البئر ثنائية السيرة والإخلاص للأستاذ والإعلامي الأستاذ محمد سالم الشرقاوي. طبعا هي رواية فرضت نفسها وكان طبعا لها صيت من خلال تفاعل مجموعة من النقاد والمهتمين، وكنت من ضمن هؤلاء الذين قدموا دراسة لأحد أو إحدى التيمات الأساسية لهذه الرواية. ولعل أهم تيمة قد ركزت عليها هذه الرواية واعتبرتها منطلقا أساسيا وفارقا بين الروايات المغربية الأخرى، وهي الانطلاق من هذا الفضاء الشاسع الرحب، فضاء الصحراء. وأيضا تحرك شخصيات هذه الرواية كانت لها مرجعية فكرية وأيضا تاريخية وقيمية لتبرز التركيبة الحقيقية للمجتمع الصحراوي الذي بدأ يعيش طفرة نوعية، وأيضا يواكب التغيرات والتحولات التي تمس مجموعة الجغرافيات في البقاع العالمية.